نبدأ من جريدة الشروق وتحت عنوان مصر تدخل عصر الطاقة النووية، السيسي وبوتين يشهدان التوقيع على اتفاق إنشاء محطة كهرباء الضبعة النووية. وارجع تاني لضيفي الأستاذ علاء. البعض يرى أنه أو مش فاهم يعني إيه أهمية أن يكون في محطة طاقة نووية في مصر. ده يوم تاريخي في تاريخ مصر، يوم يعني مصريين السنة يمكن أكتر من 50 سنة. هقول دي بس عايز أقول الأول أن مصر لم تعطي الضوء الأخضر للرئيس بوتين أنه يجي غير تاني يوم ما اعلن ترامب اعلن يوم الاربعاء ان هو قدس عظمه اسرائيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل او وافق انه يستقبل بوتين يوم الخميس، يعني بعديها بيوم. يعني عايز اقول انه الاعلان بتاع مش بعديها بيوم، يعني اعلن عن مجيئه الى مصر في الكرملين بعد 24 ساعه من اعلان ترامب. ده يعني ان مصر اتخذت هذه الخطوه ووافقت على مجيء بوتين او الرئيس السيسي بعد ردا على قرار ترامب. ملهاش حل ان انت يوم الاربعاء يوم الخميس بيعلن الكرملين ان بوتين جاي مصر. دي نمره واحد. نمره اتنين، قال حاجه مهمه جدا يمكن ما الناس ما خدتش بالها منه، ان في تعاون عسكري وهناك فيما يتعلق بمكافحه الارهاب، ان في اجهزه معينه في مجال مكافحة الإرهاب من يريدون أن تكون مصر فيها إرهاب في سيناء، بالذات في شمال سيناء في المنطقة اللي جنب إسرائيل دي، ألا يكون هناك أجهزة رصد وتصنت ومنع تسلل الإرهابيين. روسيا هتدينا هذه عندما تحدث عنها امبارح بوتين، يمكن ما حدش خد باله منها. دي معناها أن أنت تاخدي هذه الأجهزة تستطيع أنك تعرفي من يتسلل، أن النهاردة عندما نسيطر على الحدود مع غزة، طبعا بعد أن تم توحيد الفلسطينيين بين حماس وبين فتح الاثنين، النهاردة عندنا مشكلة الوحيدة تسلل الناس من عند شمال سيناء. المنطقة الوحيدة اللي عندنا فيها مشاكل بالنسبة للإرهاب طبعا دلوقتي هي منطقة شمال سيناء اللي هي مع الحدود مع إسرائيل. هنقدر ناخد هذه الأجهزة الحديثة المتقدمة من روسيا وهي مرتبطة بالأقمار الصناعية الروسية، تستطيع أنك تمنعي على الأقل التسلل من ناحية إسرائيل علشان خاطر ده في غاية الخطورة. لكن نتكلم بقى عن المفاعل النووي، دي خطوة طبعا إنجاز هائل. هقول حاجة، يمكن سنة 1956 الرئيس جمال عبد الناصر كان عايز يعمل الخطوة دي ولم يوفق فيها، لكن بعد ساعتها 15 عالم مصري او شاب مصري يتعلموا في الاكاديميات النوويه الروسيه، منهم مين؟ يحيى المشد. يحيى المشد ده اللي قتلته اسرائيل بعد كده، قتلته اسرائيل في باريس، انه عالم الذره المصري كان ضمن اول دفعه بعتها جمال عبد الناصر 56 لروسيا عشان يدرسوا المجال النووي. وقتلوا ايضا سميره موسى، يعني هم على طول بيقتلوا علماء. لكن يحيى المشد كان اول كان ضمن المجموعه الاولى اللي بعتها سنه 56 جمال عبد الناصر وقتلوه في باريس، وهو يحيى المشد اللي عمل المفاعل النووي بتاع العراق اللي ضربته اسرائيل سنه 81. النهارده عندك 350 مصري، شاب مصري بيدرسوا في المعاهد العسكريه والنوويه الروسيه التكنولوجيا النوويه. ده معناه ان عندك 350 مشهد دلوقتي، وفي 1800 كمان هيتعاوبوا. هم في سنه اولى دلوقتي بيقعدوا 5 سنوات، عندما ينتهوا من دراستهم في ال5 سنوات هيكونوا هم تمكنوا من دراسه النووي اللي ما كانتش موجوده في مصر طبعا بقى يجي 30 40 سنه، وانتهت مع هزيمه 67 طبعا للاسف الشديد مع عبد الناصر. وسادات طبعا ما كانش عنده وقت ان هو يعملها، وكان عايز يعملها ما كانش عنده وقت، قتل طبعا، قتلوه الارهابيين. مبارك كان بيقدم رجله ويأخر رجل برضه خاف يعملها، لان كان عليه ضغط، كان عليه ضغط كبير جدا من امريكا في هذا الاتجاه، ولذلك لم يفعلها. لكن دي اتعملت، عملتيها في وقت كمان. انت بتقولي ايه؟ بتقولي انت بتعلن ان القدس عاصمه اسرائيل، وانا بعلن ان مصر اصبحت دوله تحدي نووية. تحدي يعني بقول لحضرتك بعد 5 سنوات هيبقى عندك النهارده 350 مشد جديد او عالم نووي هيقدروا يتمكنوا ان هم يديروا هذه اهميه. ده ايه اهميه؟ ده بيوفر لك طبعا، مش هقول لحضرتك بتوفري قد ايه طاقه في غايه الاهميه، طاقه نظيفه، طاقه امنه. دلوقتي اللي حصل في تشيرنوبل ده بتتكلمي عليه من في التسعينات او في الثمانينات، ده كانت تكنولوجيا الخمسينات بالنسبه للمحطات النوويه لتوليد الكهرباء الطاقه، كانت تكنولوجيا قديمه. النهارده التكنولوجيا الجديده امنه جدا لحضرتك.